السلام عليكم. لو انت مسمي نفسك على الفيسبوك احمد الزعيم او سيد الشبح، او انت مسمي نفسك منار اللي تضرب نار او زهرة البستان، فارجوك يا جماعه تغير الاسماء دي. عايز تعرف تغير الاسماء دي ازاي؟ هقول لك. بس قبل ما نبدا ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتنزل تحت تشترك في القناه وتفعل علامه الجرس عشان يوصل لك كل جديد اللي متاكد ان هو هيفيدك. ما تنساش تسيب لايك الجميل، واهلا بيك معايا في قناه حل المشكلات. يلا بينا. يعني كده صاحب الطريقه دي بتشتغل عندك على الموبايل اللي في ايدك، سواء الموبايل اللي في ايدك ايفون او اندرويد، وعلى الكمبيوتر، وهي هي نفس اللي هعمله على الموبايل انت كمان هتعمله على الكمبيوتر، مفيش اي اختلاف. هنعمل ايه بقى عشان نغير الاسم؟ وده اللي هنعرفه دلوقتي. خليني اقول لك ملحوظه كده على السريع، انت لو غيرت الاسم وحابب تغيره تاني مش هينفع الا بعد مرور شهرين من وقت تغيير الاسم، فلازم تتاكد انك كاتب الاسم بتاعك صح عشان ما تكتبش حاجه غلط وبعدين تستنى شهرين كمان عشان تغيره تاني. فركز جدا وانت بتغير الاسم. يلا بينا نبدا على طول. اول حاجه هتروح على فيسبوك، وبعدين هتروح على كلمه اسمها القائمه، هتلاقيها تحت كده، وبعدين هتروح على كلمه الاعدادات والخصوصيه، وبعدين هتروح على كلمه الاعدادات او السيتنج. ركز بقى معايا عشان دخلنا في الغريب. شايف علامه البحث اللي فوق دي؟ هتروح عليها، وبعدين هتكتب الملفات الشخصيه، وبعدين هتختار المعلومات الشخصيه ومعلومات الحساب، وبعدين هتدوس على كلمه الاسم، هتفتح لك القائمه دي. اول حاجه عندك الاسم الاول اللي هو المفروض تكون كاتب فيه اسمك، بس انت عشان جامد مسميه باسم عاطف الرأي او اي اسم من الاسماء الجامده دي. فتنبيه للجميع، اكتب اسمك الحقيقي وبلاش الجو القديم ده عشان انت محتاج تغير ويندوز. يبقى الاسم الاول اسمك، اسمك، والاسم الثاني تكتب اسم والدك، وده عادي ممكن تكتبه في الخانه الثانيه اللي هي خانه العائله، مفيش اي مشاكل. وبعدين بعد ما تخلص خالص كتابه الاسم وتاكد انك كاتب اسمك صح مش ناقص حرف، تمام. وبعد ما تخلص خالص هتدوس على كلمه مراجعه التغيير. استنى بقى عشان لسه ما خلصناش. هنا خيار لذيذ جدا، هنا بيقول لك اختار كيفيه اظهار اسمك على ملفك الشخصي اللي هو مثلا احمد عصام. فهنا انت ممكن تغير الاسم، بدل مثلا ما تخلي احمد الاول تخلي عصام الاول، يعني تشقلب الاسمين، يعني تجيب عصام الاول وبعد كده تجيب احمد اللي وراه. دي حاجه يعني براحتك انت حر فيها. وهنا بقى بيطلب منك الباسورد، اما بقى لو انت ناسي الباسورد فده عايز له فيديو لوحده. لو عايزين نعمل لكم الفيديو ده اكتب لي تحت في الكومنت، وما تنساش تمنشن لصاحبك اللي كاتب اسمه احمد الزعيم، وانت تمنشن لصاحبتك اللي كاتبه اسمها زهره البستان. وبس كده يا صاحبي، اتمنى ما اكونش طولت عليك، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل علامه الجرس عشان يوصل لك كل جديد، عشان متاكد ان في فيديوهات هتفيدك. وسيب لك الجميل وبس كده، في امان الله، سلام.